الحقيقيين إن لإسم الله الأعظم حقيقة تتنزل في القلوب. ما هي هذه الحقيقة؟ طبعا واسم الله الأعظم هو ليس من صفات الله الذاتية بل من صفات الله النفسية، لأن الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية وله صفات نفسية. بالنسبة للصفات الذاتية لا يشارك فيها أحد وليس كمثله شيء سبحانه، لكن الصفات النفسية مثلا الرحمة ويسمي نفسه أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، خير الغافرين، خير الرازقين. على كل حال، ومن صفات الله النفسية يعني رضوان نفس الله على عباده. والله الذي لا إله غيره. إن هذه الآية أعظم آية أيد بها الله عبد من عباده، حقيقة اسم الله الأعظم. من تنزلت هذه الحقيقة في قلبه يعلم علم اليقين لا شك ولا ريب إن ناصر محمد الإمام المهدي المنتظر، لا شك ولا ريب. والله حتى لو قلت أنا أصبحت أشك إني المهدي المنتظر لقال والله إنك المهدي المنتظر، والله لا يصدق، والله لن يرضى ولن يرضى، ولو يعني قلت خلاص خلاص لا يابا، خلاص الحقيقة عنده. طبعا هذا سبحان الله العظيم، اسم الله الأعظم. للأسف الشديد ظنوا أنه اسم أكبر من أسماء الله الأخرى سبحانه. كيف يكون اسم أسماء الله؟ ما هو واحد؟ سبحان الله العظيم. لكن لماذا يوصف بالأعظم؟ لأنهم سوف يجدونه في أنفسهم نعيم أعظم من نعيم الجنة، لذلك يوصف بالأعظم. لذلك قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. يا أخواني هذه تحتاج إلى تأويل. رضوان من الله أكبر، أي نعيم أكبر من نعيم الجنة. والله تجدونه الآن، يجدوه من وصلوا إليه ونالوا محبة الله، يجدون في أنفسهم إنه فعل النعيم أكبر من الجنة. والله الذي لا إله غيره، إنه ليشعر